هذا البرنامج برعاية دويس أحسن ما فهمت وردة سرها المحبة. كرتاج طماطم المراسة النافة، طماطم كرتاج صنف وتبنن. عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة اليوم. اليوم باش نحضروا مع بعضنا ديسير جديد، غوسيت جديدة، باش نحضروا ان جاتو كوغوندير، خبزة الريح معروفة العباد الكل تعرفها. أما اليوم باش نحاولوا الفيرسيون الجديدة اللي باش نعطيوها، ولا بليتو الفيزيوال نتاع الجاتو باش نبدلوه شوية، باش نعطيوه فيرسيون أضخم ونرجعوه سو فورم دونتخمي. باش نستحقوا أن مول أن مونكي اللي هو هذايا، المول اللي ما فيهش قاع سي اوبليغاتوار، على خاطر باش من بعد نجمو اون بو ديمولي لو غاتو نتاعنا فاسيلمون. بيان سور بسكوي سايدة ما فماش خبزة ريح من غير بسكوي سايدة. باش نبداو، عندنا بليزيوغ بارتي في الغوسيت هذايا. باش نبداو نحضرو اون كريم باتيسيغ، انا لهنا خديت الحليب نتاع ديليس، حضرت نص ايترا باش نحطها تغلي. الحاجة اللي باش نبدلوها في الديسير نتاعنا اليوم، انه باش نبدلو الكريم باتيسير، هذيك الكريمة اللي مستنسين نحضروها كيما الفلان، معناتها اللي مستنسين نحضرو بيه خبزة الريح الكلاسيك، باش نبدلوها بإن كريم ديبلومات اللي هي إن كريم باتيسير، ومن بعد باش نزيدوها إن كريم ليكيد مونتي. ما بين غلاي الحليب نتاعي كالعادة باش تلقاو لي زانغغيديون الكل مكتوبين. باش ناخو الأصفر متاع العظم، السكر، الحليب متاعي غلاء، نحيم فوق الغاز. انفيت كي تغليو الحليب تربحو برشا وقت. توا هذا باش نركضو شويه، انفيت مش نركضو، ابين نحركو، مش لازم تقعدو تركضو حتى لين تبيض كيما كيف نعملو في لي جاتو، جوست تحسو انو السكر نتاعكم تخلط بالكدا مع العظم. باش نستعملو هذيا نتاع فانواز الكريم ديسير، préparation pour crème pâtissière. هذه راهي الكريمة العربي نتاعنا، نخدموها بالعظم والسكر. النشا يبدا خفيف على الاخر، يبلبزلنا شوية الدنيا، مي سي با غراف. فوالا، تو بعد ما حركتهم الكل في وسط بعضهم، باش نجي نزيد الحليب البرام الغاز كيما هكا، نحركو ميلونج نتاعنا هذا، ومن بعد هذي باش نرجعوه فوق الغاز، نقعدو نركضو فيه نون ستوب حتى لين الكريمة نتاعنا تعقد لنا. هذه هي لا كريم باتيسير اللي من بعد اون فالا ترانسفورمي اون كريم
ديبلومات اللي هي بوكو بلوز انكتيوز وابن برشا من الكريم باتيسير. هكا كل مره نحاول نعمل معاكم اون سورت دو كريم وديما راهو تنجموا تستحفظوا على الباز اللي نعطيهم لكم مثلا كريم ديبلومات تنجموا تستعملوها في الفريزيي تنجموا تستعملوها في برشا دوتر ديسير دون دوت ديسير تنجموا تستعملوها فو غاردي لا ميم ريسيت. هذه تو باش نقعدوا نحركوا فيها حتى لين تعقد. بدلت الفويه خاطر هذيا الوحده نتاعو اون سيليكون باش ما نجرحش الطنجره نتاعي. على الكريم تاعي تعبت سيهي خرجها من فوق الغاز باش ناخذ بول واحد اخرى فما شكون يحب يحط فيها الماء الورد بريفير نحطها هكا ركفتها شويه باش نحيت لي غيمو اللي فيها توا اسو ستاد لام باش نزيد جيلاتين وباش نزيدها شويه مارغرين على زيت الزبده تو باش نزيد الجيلاتين اللي حليناها من بكري في الماء في الماء سخون وتو باش نقعد هكا نحرك فيهم حتى لين لو ميلونج نتاعي يولي اوموجين معناتها كل شيء يدخل في بعضه الجيلاتين والزبده نتاعي ولا المارغرين دوبلي كومبليتمون تنجموا تصفيوها زاده دايغ ننصحكم تصفيوها باش كان فما دي غريمو ولا كان فما جيلاتين ما ذبتش بالكدا يتنحاو هذه هي لا بريباراسيون تاعي نتاع الكريم نورمالمون نحطها تبرد ا تمبيراتور امبيونت و لا فيلمي او كونتاكت معناتها تاخذوا هذاك لو فيلم اليمونتير تلصقوه فيها باش ما تعمل لكمش هذيك القشره اللي من الفوق تحطوها تبرد البرا من الفليجيدير دي كو تمبيراتور نتاعها تولي معناتها الحراره الغرفه اللي انتم فيها تدخلوها للريفريجيراتور بوندون 4 اور. Entre temps, je vais entamer la deuxième partie de la crème. Il y a la crème montée. Je vais prendre une délice. Je vais la
je vais la monter en chantilly. Voilà, كملنا طلعنا لا كريم نتاعنا اون شانتيي كيما هكا بعد ما كملنا ركبناها اون فيت اليوم باش نعملو اكسيبسيون خاطر لا ديبلومات سي اون ريسيت ان بو ترو تكنيك باش نغشو شويه انا باش نغش نتوما ما يكونش باش تغشو انا باش نستعملها وهي سخونه علاش باش نوريكم جوست لا تكنيك خاطر كيما قلت لكم فما ان طون داتون دو 4 اور في الفليجيدير مش في الكونجيلاتور تحطوها 4 سوايع في الفليجيدير وما تنساوش باش تغطيوها كيما قلت لكم او كونتاكت معناتها تلصقوه بون فوالا تاخذوا ان فيلم اليمونتير كيما هكا وريكم لا تكنيك باش ما تغلطوش تاخذوه وتلصقوه كاريمون او كونتاكت هيك اش معناتها فيلمي او كونتاكت معناتها كيما هكا باش ما تعملناش هذيك القشره انا اليوم جو زابي ما تعملوش كيفي اش باش نعمل باش ناخذ هذه لا كريم مونتي نتاعي باش نجيبها فوق لا كريم باتيسير نورمالمون نزيدوها على ثلاثه مراحل نزيدو بشويه بشويه اي سورتو ديليكاتمون علاش خاطر باش تقعد لنا الكريمه نتاعنا خفيفه وموسوز باه جو في لو فير اما مش كيما قلت لكم جوست باش نوريكم انا لا تكنيك كهو باش نربحو شويه وقت سينو تحب لنا برشا سوايع باش نكملو الغسيت نتاعنا فوالا كيف تحركو ديما نحركو ديليكاتمون نعملو ثمانيه نجيبو في الوسط انا اليوم جو في با لا ريوسير بالطريقه هذيا علاش على خاطرها سخونه الكريم باتيسير نتاعي سخونه مي كان تحطوها 4 سوايع كيما قلت لكم ترتاح مش تخرج من الفليجيدير باش تلقاوها قالب لاصقه في بعضها كونتاكت علاش خاطر فيها جيلاتين ولا خاطر فيها الزبده معناتها كيف ترتاح راهي باش تيبس اوبليغاتوارمون و افون دو كومونسي سيت ايتاب لا كريم باتيسير كي باش تخرج تخرجوها من الفليجيدير تلقاوها يابسه ركضوها بالباتور بور لا ديتوندر سي سكون ابل ديتوندر معناتها ترخفوها فوالا قيتو الفعل ترخفوها بالكدا بالكدا انا توا باش نعمل حاجه انتم ما عندكمش حق تعملوها فوالا كريم تاعنا توا حضرت باش نجيو ناخذو بال واحد اخر سي باش ناخذ لو ناخذ بال اكبر شويه سي با غراف علاش خاطر باش نقسمو البريباراسيون تاعنا كالعاده على زوز فوالا كيما هكا باش نجيو ناخذو لا كريمه تارتيني خاطر باش نعمل اون بارتي بالشوكولا و اون بارتي على فاني
تزيدوا الكونتيتي اللي تحبوا عليها. Quand il s'agit de chocolat, rien ne m'arrête. Je suis très généreuse. Nous, les kalbi kbir al khir. Voilà. Tawa. Zidna la pâte à tartiner nta'na. Bach njiou. On harkouha chwaya. Battu. Voilà, ça va, les deux préparations tiennent à Hadrou. On va passer au montage de le gâteau. Mach nakhdou. Le moule نتاعنا biscuit saïda. Ou taw narjou bien sûr la tariqa classique نتاع le gâteau grandeur. Mach nakhdou le qahwa. Le qahwa راهو يلزمها تكون باردة. C'est très important quand تحطوها قهوة سخونة دوب ما تحطوا البسكوي سايدة راهو يذوب لكم complètement. نبداو توا نحطو بالكوش بالكوش، نستحفظ كان على لي بيسكوي اللي مش مكسرين، اللي مكسرين نحطوهم ساعات يبدا المول نتاعنا ما تجيكش قد قد معناتها باللي كاغي نتاع لي بيسكوي، يلزمك تقصو حيد، المكسرين تنجمو تقصوهم هما تخليهم هما اللي تقصوهم، توا باش نبداو نغطسو كعبة البسكوي في القهوة. ونحطوها تريز امبورطون الكوش التحتانيه بالكل ريت انا كي دوم حطيت لو بسكويت طلعته خاطر لازمها تكون شاده روحها شويه خاطر كنت بلوه برشا من بعد في الديكوب ما تنجموش تنجموش تقصوها ما تنجموش تهزوها هلا اون في سا توا البوغ نتاعي ما يستحقش كعبه كامله مش نجي هو دو بريفيرونس بلوها هكا شعر دوبيش من بعد تجيبوه اوب ويتقسلنا نيت كيف ما هكا ما نستحقوش باش نقعدو نكسرو فيهم فوالا اون في سا اوب اي سي نيت فوالا تطلع لكم نيت كيما هكا نكملو نحطوها نجيب مي دو بريباراسيون لهنا بعد ما حطينا اون بروميير كوش دو بيسكوي توا باش ناخذو دو بوتادوز خديت زوز اون ميم طون تنجمو تاخذو وحده راهو اما باش تعبوا شويه باش تقعدوا تبدلوا نجمو تحضروا زوز اون ميم طون نجمو تحضروا واحده بس
توا نحطوا الكريمه نتاعنا. نورمالمون انتم تجيكم يبسه اكثر من هكا. نعاود نذكركم اللي هذه راهي براتيكمون تو ما حضرت جوست باش نوريكم لا تكنيك. فوالا وتوا باش نبدا نحط لا بروميير كوش. تحطو ان بو بارتو sinon le très important زيد باش نوريكم حاجه اخرى. المول نتاعكم اللي باش تستعملوه انا حطيت فيه الغدويد هذاك العاده باش من بعد نجم نديمولي. انتم حطوا دي بابي كويسون في لي بور نتاع لي جاتو نتاعكم نتاع شو اسمه المول نتاعكم. فوالا تحطوا اون بروميير كوش دو فاني. من بعد نعاودوا نرجعوا مره اخرى بالبسكوي نتاع سايدة نعاودوا نعملوا صفة واحدة أخرى. نسق بيان سيغ منساوش باش نحطوه في القهوة. من بعد نعملو لا دوزيام كوش اللي هي بالشوكولا. حاسين وتقعدوا فوزالتيغني. أنا باش نعمل تخوا كوش فوزالتيغني واحدة بواحدة حتى لين تكملوا الجاتو نتاعكم. أون فوا كملتو لو مونتاج كيما عملتو أنا دخلوها للغيفريجيراتور بيان سيغ كالعادة إيديالمون 4 سوايع. وإذا كان فريمون عندكم الوقت ولا عندكم ضيفين تحبوا تحضروه بالمرتاح حضروه قبل بنهار كيفي بيت يرتاح بالكدا ويعطينا ريزولتا خير برشا. فوالا أنا توا باش نكمل لو مونتاج بتاع الجاتو نتاعي كيما قلت لكم ونرجع لكم بعد الفاصل.